في لبنان هناك من يحلم بإقامة الدولة الإسلامية، ماذا تقول في هذا الصدد دولة الرئيس؟ إذا في مسلم بيقول إنه هالبلد يجب أن تحكم المسلمين، أنا ضده على التلفزيون علنا، سني أو شيعي أو من الطوائف الإسلامية الأخرى، أنا ضد الشيعة، أنا ضد أن تحكم هذه البلاد من المسلمين. وأيضا ومن باب أولى، أنا ضد أن تحكم هذه البلاد من المسيحيين منفردين طبعا، إن كان هذا ولا هذا، هذا بلد يحكم من اثنين بالتساوي كما نص عليه الدستور وكما نص عليه اتفاق الطائف. فبالتالي نحن ندعو للمشاركة الحقيقية.